صبيحة اليوم محطة تحلية المياه بلدية المرسى وفد من المتربصين من المعهد الوطني عمري بوجمعة، وذلك لتلقي شروحات حول مراحل تحلية المياه. اليوم ثاني خرجة ميدانية لمتربصي مشغل محطة تحلية مياه البحر بمحطة الشهيد محمد عميرات بلدية المرسى، وذلك لتعميق المعلومات النظرية المكتسبة على مستوى المعهد العمري بوجمعة رفقة أساتذة الاختصاص. أستاذة في الاختصاص مشغل تحلية مياه البحر، قمنا بزيارة ميدانية وذلك من أجل تطبيق الجانب النظري الذي يخص جميع مراحل وتقنيات معالجة مياه تحلية البحر. نحن متربصي المعهد الوطني للتكوين المهني الشهيد العمري بوجمعة، اختصاص مشغل محطة تحلية مياه البحر. اليوم رانا في خرجة ميدانية هنا لمحطة المرسى، محطة تحلية مياه البحر، حيث قمنا بتطبيق الجانب النظري، وهنا شاهدنا عدة تقنيات في المحطة منذ دخول نقطة دخول مياه البحر إلى غاية خروج المياه صالحة للشرب. Thank you.